بالنسبة للريزو يعني كاين السلبيات وكاين الإيجابيات. بالنسبة لي أنايا اتصالات المغرب كنخدم غير مكالمات صراحة، بالنسبة للكونيكسيون ناقصة شوية صراحة ملي كنمشي للبلاد، وبحال من ناحية سميتو من ناحية كونيكسيون كتكون تخيلة يعني، بحال السوشيال ميديا يعني فيسبوك واتساب واليوتيوب حتى هو ملي كنمشي للبلاد ما كيبغيش يخدم ليا صراحة. كنخدم سميتو كنخدم بطاقات سيم كارت اخرين بيان سي يعني راضي، وفي نفس الوقت يعني خاص واحد شويه ديال الاتقان يعني تكون يعني مزيانه من ناحيه كونيكسيون. يعني المكالمات راه مزيان ملي كتشارجي تقريبا 20 درهم ولا شحال 50 درهم يعني كديك شحال ديال الهضره وكل شيء، ولكن من ناحيه كونيكسيون لا. كاينين بلايص يعني كتخدم فيهم وكاين بلايص ما كتخدمش فيهم. ملي كتجي لهنا لكازا كتخدم كونيكسيون صراحه، ولكن ملي كنمشي انا للبلاد انا رايح تما واحد شهرين ولا شهر كنشوف الوالدين وسميتو ما كتبغيش تخدم ليا كونيكسيون تمايا. اتصالات تنشارجي وتتعداو عنا في نهار تتمشي، هادشي ماشي معقول. احرام عليكم اتصالات، ديروا معنا شي حل، ديروا معنا شي حل. يوميا تنشارجي بزاف، يوميا تنشارج عاد غير تنشارجي 10 درهم بنهار تتقاد، ماشي معقول هادشي بزاف. عندي اتصالات في المغرب فيكس ديال الدار، والانترنت عندها مراشي شويه عيانه، ماشي شويه راه بزاف عيانه. الا يلاه حيدنا هذاك الريسبتور القديم، درنا مشينا دابا شرينا فارس، حسبوا لنا ماشي غير 4000 و500 ريال وباقي نفس النتيجه. وجا داك التكنيسيان ديالهم جا ثاني قال لي هادي ما هادي، وفي الاخر ما كاين حتى شي حاجه. وبعد ما دابا كاين دابا الاولاد ديالي كيخدموا بخطرات في المنزل تيلي ترافاي، كيلقاو ديما مشكله. دابا خصو يبقى يتسنى حتى الوحده ولا الجوج الليل عاد كينوضو يبدا خدامين. وهادشي ما حنا ما قبلناش، بغينا شي حاجه اللي هي تكون حيت حنا كنخلصو ماشي ما كنخلصوش. السلام عليكم المخشي، شركه اتصالات المغرب. صراحه الخدمات ديالها ناقصه بزاف، وحنا كنا دايرين ابونمون معاهم ديال الواي فاي، مخلصين 250 درهم كونكوار 8 ميغا، وكنتفاجئوا بلي في الديبي كاين غير ميغا ونص ولا جوج ميغا وما كايناش كاع الكونيكسيون. الوغ حنا كنخلصوا دوك فلوس افابو، ومن هذا المنبر كنقول لهم شوفوا فحال الناس راه كيخسروا فلوسهم والخدمات زايره.